الجمعية دأبت على تكريم كل سنة شخصية وطنية، ولكن هذه السنة وقع الاختيار على مصطفى العلوي لاعتبارات متعددة. أولا، هو رجل خدم مؤسسة إعلامية وطنية طيلة حياته وقدم لها خدمات جليلة، وقدم أيضا خدمات كبيرة لا تعد ولا تنسى للإعلام الوطني، سواء من خلال البرامج الإذاعية التي كان يقدمها أو من خلال البرامج التلفزية. وأظن بأنه جميع المواطنين بدون استثناء يتذكرون جيدا، وأقول هذا، يتذكرون برنامج حوار، البرنامج السياسي الذي أبدع فيه مصطفى العلوي وجعل الكثير من المواطنين يشعرون بنوع من القرب مع النخب السياسية. وأيضا لابد من القول بأن مصطفى العلوي كان هو الصحفي الأول والإعلامي الأول الذي شجع الكثير من الأساتذة الجامعيين على ولوج مجال التحليل السياسي، وشجعهم على الإبداع وجعلهم ينفتحون على الإعلام، ويمكن أن نقول أيضا بأنه جعل أيضا الإعلام ينفتح عليهم، فمكارمه كثيرة. ولهذا نحن نعتز بأننا اليوم نقدم هذا التكريم لهذا الشخص الذي بطبيعة الحال هو يستحق كل تكريم وكل ما يمكن أن نتصوره من قيم المواطنة ونبل الأخلاق. اليوم حضورك مدعو من طرف الجمعية، طرف الزميل ديالنا سي صافي الناصري وأيضا عبد اللطيف المبرع اللي كانت عندهم الفكرة كأعضاء في الجمعية باش ينظموا هذا الحفل التكريمي تجاه واحد القامة إعلامية، قامة اللي عطات شيء كثير للإعلام المغربي. اللي احنا أنا بحكمي ولدت 92 كنت دائما ديك الساعة أنا ذاك اون فلاج دو 5 اون 6 اون 7 اون كنا كنشوفوا لي زيفينمون رويال والأنشطة الملكية اللي كان دائما ما كنسمعوا الصوت الجميل ديال سي مصطفى العلوي الله يطول في عمره. فمن طبيعة الحال كاينين مجموعة من الناس كي ما دار حيت لأنه كانوا ديك الساعة جوج ديال الصحفيين كبار، جوج ديال بدون مصطفى علوي، مصطفى العلوي كنظن ديال الأسبوع السياسي إلا ما خفتش نكتب، جريدة الأسبوع السياسي الله يرحمه ويوسع عليه، واللي كان من آخر تكريمات كنا درناهم لحنا في المعهد العالي للصحافة. وكان سي مصطفى العلوي الإعلامي المقدم التلفزيوني المقدم الإذاعي واللي كان هو اللي كيتكلف شخصيا ب يعني ب ب ب ب كنسمعوا الصوت ديالو في الأنشطة الملكية والطريقة ديال التقديم ديالو وطريقة ديال التعليق ديالو. فمن طبيعة الحال وأنا صغير وكنت كنشوف الأب ديالي الإعلامي المرحوم الدكتور محمد طلال اللي كان دائما معجب بهذا السيد، وكان عنده به علاقة يعني خاصة ديال الصداقة، وبحكم كان والديك الساعة كيشتغل في وزارة الاتصال وفي نفس الوقت في معهد العالي للصحافة والإعلام بالرباط، فكبرنا مع هذا السيد والله يطول في عمره. والتلفاز المغربية توحشات الصوت ديال مصطفى العلوي، وحنا دائما غنبقاو دي فان، ومصطفى العلوي غيكون ان اكزومبل بوغ لا جون جونيس اللي معايا وبوغ لي جينيراسيون اللي غيجيو، لان داك الصوت عمره ما يتنسى، وما نساوش الدموع الغاليه ديالو اللي كانت اثناء جنازه المرحوم الملك الحسن الثاني الله يرحمه.